أكدت رئيسة الحزب الاجتماعي الحر عصمت المرغني أن الحوار الوطني إيجابي بشكل كبير ومثمر. أضافت عصمت المرغني أن الفنانين شاركوا بشكل كبير في النقاشات. أنا شايفة الحوار الحقيقة يعني إيجابي جدا جدا ومثمر قوي، والفنانين كمان أدلوا بدلوهم، بالذات نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي اتكلم على المسائل الخاصة ب كيف ننمي فكر الناس على الفن وعلى المسرح. أستاذ محمد عادل اتكلم في كلام برضو بهذا الخصوص، ان في الميزانيات ما بتساعدش، الشباب الكتير بيتخرج من المسرح ما بيلاقيش اماكن، فيعني ولكن مصر هي أم الفن كله، أم الفنون كلها.